الصوت اللي انت بتسمعوه دلوقتي ده مش صوتي، ولكن هو صوت واحد من مشاهير اليوتيوب. الصوت ده استنسخته من احد فيديوهاته وحطيته على البرنامج اللي هنتكلم عنه النهارده. زي ما انت شايفين كده بتكلم، والبرنامج ده اخد الصوت وقدر ان هو ياخد الصوت ويحوله لصوت الشخص اللي انا استهدفته ده. فمين هو الشخص الاول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. أنا محمد أبو عبد الله، وفي الفيديو ده إن شاء الله هنجرب مع بعض برنامج خطير جدا تقدر بيه إنك تغير صوتك لأصوات المشاهير. البرنامج مش مجاني، ولكن النسخة المدفوعة منه رخيصة جدا وهتفيدك في حاجات هتعرفها خلال الفيديو ده، فما تنساش إن أنت تعمل لايك وتشترك بالقناة. ويلا بينا. دي كده واجهة البرنامج. طبعا عشان تحمل البرنامج هسيب لك اللينك في أسفل الفيديو، هتلاقي الواجهة معاك بالشكل ده. تحت على اليمين هتلاقي في اختيارات مهمة جدا. الاختيار الأولاني هو تسمع صوتك، يعني لو انا ضغطت عليه دلوقتي هتلاقي ان الصوت بتاعي اتغير وبقى فيه ايكو اللي هو يعني صدى صوت تقدر تتحكم فيه من الاتجاهات اليمين دي، فاحنا هنوقفه دلوقتي. الاختيار الثاني وهو ابلاي فويس تشينجر، لو ضغطنا عليه هتبدا بقى انك تختار الحاجه اللي انت عايزها من هنا، يعني مثلا تختار الصوت اللي هو المينيونز. زي ما انت سامع كده ده هيكون صوتي اثناء تشغيل الاختيار ده. ممكن كمان ان انت تخش هنا عند كلمه سيليبريتي اللي هي تقريبا المشاهير، يعني بتلاقي اصوات مشاهير كتير زي ما انت شايف، وطبعا مش كلهم متاحين، ولكن لما في النسخه المدفوعه كله بيبقى متاح بمده كبيره. كده تقدر ان انت تغير صوتك لصوت طبعا بيكون معاك اصوات كتير جدا زي ما انت شايف، يعني تقدر ان انت تغير الصوت من رجل الى انثى والعكس من فيميل تو ميل، تمام؟ وتقدر تغير اصوات كتير جدا موجوده زي ما انت شايف. كل ما هتدخل على صوت من الاصوات اللي موجوده دي هيطلب منك ان انت تختار او تشتري الباقه المدفوعه. لو دخلنا هنا هتلاقي في ساوند بورد، لو ضغطنا عليها بيجيب لك بقى مؤثرات صوتيه تقدر تستخدمها في اثناء اللايف بتاعك او في اثناء لعبك على ببجي او على اي لعبه اونلاين بتستخدم فيها المايك بتاعك. Hey, Stinky! And his name is John C. وبعدين خلاص. لان في برضو ايه اصوات تانية زي دي، مثلا قنبله مدفوع لازم تدفع عشان تشوفها. هتلاقي بقى كميه تانية من الاصوات اللي ممكن تستخدمها بقى في فيديوهاتك او في التسجيلات بتاعتك او في اللايف بتاعك وهكذا. وفي كمان فويس ميم، تعمل ميمز من الاصوات اللي موجوده قدامك. وفي فويس سيموليتور، ودي بقى خطيره جدا لان انت هنا تقدر ان انت تاخد صوت اي حد وتعمل صوت محاكي لنفس الصوت ده. تقدر كمان ان انت كرييت صوت، طار هنا كرييت فويس، فبيطلب منك انك ترفع فويس. فكده احنا رفعنا فيديو مدته اقل من دقيقه، نسمي الفيديو اي اسم، سميه مثلا 22، فده كده الصوت بتاعي، يعني ده الصوت اللي انا حطيته على الفويس. فبيقول لك هنا تقدر ان انت تستخدم الصوت ده. فهنا بقى انا هبدا ان انا اتكلم، ستارت سبيكينج، هبدا ان انا اكلم وهو هيبدا يحول الصوت ده للصوت بتاعي. فيحيدني ان انت تقدر تستخدم ده مثلا بان انت تحول صوتك لصوت اي حد عايز تعمل معاه مقلب او عايز تعمل معاه حاجه، وللاسف ده ممكن يتم استخدامه بطريقه اجراميه. يعني الصوت اللي انت بتسمعوه دلوقتي ده مش صوتي، ولكن هو صوت واحد من مشاهير اليوتيوب. الصوت ده استنسخته من احد فيديوهاته وحطيته على البرنامج اللي هنتكلم عنه النهارده. زي ما انت شايفين كده بتكلم، والبرنامج ده اخد الصوت وقدر ان هو ياخد الصوت ويحوله لصوت الشخص اللي انا استهدفته ده. فمين هو الشخص الاول؟ هو يعني صوت قريب، لان انا طبعا موطي صوت المايك، ولكن هو قريب شويه ويعني ينفع يشتغل معانا. على اليمين هنا في فويس استوديو، تقدر بقى تلعب في كل الكلام ده زي ما انت عايز بحيث انت تطلع الصوت بافضل شكل ممكن، ولكن طبعا دي خدمه يعني مدفوعه. تقدر هنا تتخن الصوت، ترفع الصوت، تخليه اكثر عمقا، كل ده لازم يكون مع الاستخدام المدفوع. هنا طبعا الاعدادات بتاعت البرنامج سهله جدا، بتقدر ان انت تحدد المايك اللي انت بتستخدمه، وتقدر انك تحدد السماعات اللي انت عايز تسمع عليها الصوت. يعني انا محدد السماعات اللي انا حاططها على وداني دلوقتي، وممكن تحدد اي سماعه انت عايزها، ممكن سماعه الشاشه اللي معاك، سماعه اللاب، تحدد اللي انت عايزه. وكمان تقدر ان انت تختار الاختيار ده اللي هو النويز ريدكشن، يعني تقلل الضوضاء بشكل تلقائي، لو لغيناها بيخلي الصوت بصوته الطبيعي اللي طالع من المايك. طبعا تقدر تزود قوه المايك اللي هو المدى بتاعه، وتقدر ان انت تقلل المدى بتاعه، وتقدر تظبط شويه حاجات هنا في الاعدادات. وطبعا زي ما انت شفت كده البرنامج لذيذ جدا، وتقدر نستفيد بيه لو انت بتلعب ببجي او عايز تغير صوتك او بتعمل مكالمات سكاي
اي بي او بتعمل لايف على اليوتيوب، تقدر تغير المايك بتاعك لاي صوت انت عايزه من الاصوات اللي موجوده قدامك. ولسه في حاجات تانية هتحدث فيه كمان هتبقى اقوى وافضل. واكتر حاجه عجبتني انك تقدر تغير صوتك لصوت حد من المشاهير. لينك البرنامج هسيبه لك في التعليقات او في وصف الفيديو. الباقه الشهريه بتبقى حوالي $10 في الشهر، طبعا بمقارنه بالمميزات الكتير اللي موجوده هنا زي ما انت شايف. تقدر تستخدمه على الويندوز، على الاندرويد، تستخدمه على الماك. تقدر ان انت تشيل اللوك من على 225 فويس، تقدر ان انت تستمتع باكتر من 800 صوت وفويس ميمز، حاجه جميله جدا. وكمان لو استخدمت الباقه اللي هي اللايف تايم مدى الحياه هتدفع حوالي $50 وتستخدمه بقى مدى الحياه معاك البرنامج طول العمر. والباقه السنويه هتدفع فيها حوالي $30 سنه، وهتستفيد برضو بكل الامتيازات دي. فدلوقتي في بيج ديسكاونت زي ما انت شايف، البيج ديسكاونت ده لمده محدوده جدا، ليميتد اوفر فور لايف تايم بلان، خصم 30%. هتاخد الكود تعمل كوبي وتدخل تستخدم الكود بتاعك، حاسب لك اللينك في وصف الفيديو لو انت حابب انك تشتري البرنامج ده. وتقدر انت خلال ال 30 يوم دول ان انت تلغي الباقه وتجرب البرنامج طبعا براحتك، حاجه جميله جدا وممكن تنفع في تريكات كده هنعرفها في المستقبل. اكيد البرنامج ده زي ما هو ليه مميزاته برضه ليه العيوب بتاعته وليه المخاطر بتاعته. فشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.